الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك سعيد، أعاده الله عليكم باليمن واليسر والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، مع محبتي واحترامي للجميع. كيف هو معروف عند الجميع، عيد الأضحى في العالم كله طبيعي إلا عندنا في المغرب، حيث المغاربة كل عيد كيسترجعوا ذكرى من أسوأ المجازر الإنسانية اللي قام بها رئيس الجزائر هواري بومديان. ومن واجبنا نتفكروا هذا الحدث اللي تعرضوا ليه الإخوان ديالنا بعد حوالي شهر ونص على المسيرة الخضراء. قام النظام الحاكم بالجزائر برد فعل غريب على المسيرة الخضراء اللي اعطى انطلاقتها الملك الحسن الثاني لاسترجاع الصحراء المغربية من الاحتلال الإسباني، وتجلى هذا في عملية تهجير قصري شملت 75 ألف عائلة مغربية كانت مقيمة في الجزائر. وصل عدد الأفراد اللي تم تهجيرهم زهاء 350 ألف شخص. وكان هذا صباح يوم عيد الأضحى بتاريخ 18 جنبير 1975 في صحراء قاحلة فيهم أطفال وشيوخ وحوامل ومرضى تعرضوا لمعاملات سيئة. افترضوا هاد الناس من المنازل ديالهم في الليل وبلباس النوم، تفاصيل مؤلمة جدا. وصلت لحد الاغتصاب والتجريد من الممتلكات والخروج من الجزائر بداكشي اللي فوق دارك من ملابس، والتخلي عن الممتلكات والأموال حقيقة جريمة إنسانية بكل المقاييس ترتكبت في حق 350 ألف مغربي ومغربية. سبقتها عملية اعتقالات واسعة شملت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ذاقوا خلالها صنوف من الرعب والخوف والحرمان. ولذا كان لازم نذكروا بالمعاناة اللي تعرضوا لها الإخوان ديالنا واللي مازالين كيناضلوا من أجل استرجاع حقوقهم. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. كالعادة دعموا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك، كل التقدير والاحترام.